سابقا حكينا عن الجندرية على المساواة بين الجنسين، حكينا كيف انه احنا بنخلق ذكور وإناث، كيف ربنا خلقنا. واليوم حابك نحكي على موضوع الانجذاب الجنسي. شوي الموضوع بده هيك نركز فيه، لأنه في كتير ناس بيفكروا أنه الانجذاب هو زي الحب زي الإعجاب. كتير مهم أنه نفصل أنه في عندنا كتير مراحل. في إمكانية الإنسان يشعر في إشي اسمه انجذاب جنسي لطرف آخر، ومش بالضرورة يكون يحبه. إسا بنحكي شوي أكتر كيف يعني. لما نيجي نحكي على انجذاب جنسي لازم نرجع هيك خطوة لورا نقول أنه إحنا كلنا بنخلق مع طاقة جنسية. فيش إنسان ذكر أو أنثى ربنا خلقه ما بكون في عنده طاقة جنسية. الطاقة الجنسية موجودة من قبل ما نخلق يعني، وإحنا أجني، وفي إثباتات بتظهر إنه هاي الطاقة الجنسية موجودة في الإنسان وعنده ردود فعل لهاي الطاقة الجنسية زي كل الطاقات التانية اللي في داخل الجسم. أنا بحب أسميها طاقة جنسية، يمكن علميا هي مش أضبط تعريف، ولكن بحب أسميها طاقة لأنه لما إحنا بنحكي على طاقة، طاقة هي مشاعر داخلية، هي ممكن تترجم لسلوك، لأحاسيس، لمشاعر ولأفكار. فإحنا زي ما قلنا بنحكي نخلق ذكور وإناث كلياتنا مع هاي الطاقة، وهاي الطاقة مش دائما إحنا بنحس فيها يعني. في مرات بتكون غايبة ومرات بتكون بارزة. وإذا بدنا نحكي أكتر يعني، الطاقة الجنسية هي فطرية لا إرادية بالجيل المبكر في الطفولة لحديت الحديت المرحلة اللي هي تحضير للمراهق والمراهقة. لهذاك الوقت في طاقة جنسية، ولكن هاي الطاقة مش مدركة، ما في أي تفسير غير إنها جسدية يعني ردود فعل جسدية. بالمرحلة اللي بيصير فيها تحضير للمراهقة في إدراك، في وعي، في ترابط بين الإحساس اللي الإنسان بحس فيه جسديا فيزيولوجيا مع إحساسه مع إيش هو بيفكر عن الموضوع وكيف هو بيفكر على الموضوع. وفي هاي الحالة بصير اسمها طاقة الجنسية مدركة، يعني في إرادة فيها، يعني الإنسان بيقدر يتحكم فيها كمان، مش بس إنها هي موجودة، كمان الإنسان بيقدر يتحكم ويسيطر عليها يوجهها. في الدين الإسلامي إحنا بنسمع عن غض النظر، يعني الإنسان يوجهها لاتجاه معين، ما يتعامل معها بشكل يعني يعني يكون في عنده هو سيطرة على هاي الطاقة، مش هاي الطاقة هي اللي الغريزة الجنسية هي اللي تسيطر عليه. وهذا اللي بيميزنا إحنا كبشر عن باقي المخلوقات التانية، إنه ربنا بعث لنا عقل للسيطرة وللتفاعل وللتعامل مع كل المشاعر اللي إحنا بنحس فيها. فإذا حكينا عن الطاقة الجنسية بشكل موسع، اليوم أنا بديك نحكي كيف طيب بصير إنه بننجذب جنسيا طرف إلى الآخر. وأنا قصدا عم بقول طرف إلى الآخر، غالبا 90% من الناس بنجذبوا للجنس الآخر، و10% بنجذبوا لنفس الجنس أو لمغيري، بيكونوا كمان مغيري جنس. نحكي عنهم هدول، هذا الموضوع بدنا نحكي عنه لاحقا، يعني مش اليوم، بدنا نحكي عن الانجذاب الجنسي من الأطراف المختلفة في لقاء خاص بيحكي عن الهوية الجنسية وعن موضوع الانجذاب الجنسي المثلي. اليوم أنا بحكي عن الانجذاب الجنسي المغاير اللي هو بيصير ببداية المراهقة. زي ما قلت قسم كبير من المراهقين والمراهقات بنشغلوا في هاي المرحلة، إنه هاي الطاقة أولا بيكتشفوها، ومش بس بيكتشفوها، هاي الطاقة بتبدأ تتوجه للطرف الآخر. بما معناه إنه يعني بيصيروا يسقطوا هاي المشاعر على الطرف الآخر، على الجنس الآخر. شو بيصير؟ بحسوا مشاعر جسدية، فكرية، عاطفية، نفسية، خيالات جنسية رهيبة بتكون بهالمرحلة، بس ما حدا بيعرف ليش. بيعرفوا انه هذا موجود بس ما بيقدروا يفسروا. تعال اسأل شاب او صبية ليش انت انجذبت جنسيا لهذا الطرف، مش دائما عندهم تفسير، لانه مش دائما المشاعر هي مدركة وفي تحليل لها فكريا. مرات كتير المشاعر زي ما قلت هي فطرية وهي تلقائية، اللي فيها هيك بتصير بتحدث،
فالكليك هذا بنسميه في اللحظة هاي الإنسان بحس فيه، بس يمكن مرات كتير ما بعرف يتعامل معه. في الحالة اللي الانجذاب الجنسي هو موجه للشخص اللي حسب المعايير العقلية للإنسان هو مناسب، الطرف الثاني كمان اجتماعيا وكمان نفسيا وكمان أخلاقيا تربويا، فهو بتفاعل بشكل جيد مع هذا الانجذاب، بالعكس بنبسط فيه وبيعززه وبيصير يطور منه لهذا الانجذاب ويفكر كيف أنه يسيطر عليه بنفس الوقت يتعامل معه، وبيكون فرح بوجود هذا الانجذاب. ولكن في ناس لما بيشعروا أنهم ينجذبوا جنسيا لطرف اللي مش مقبول أنهم ينجذبوا له جنسيا، لا حسب المعايير الاجتماعية ولا حسب المعايير الأخلاقية، فهني بفوتوا ببلبلة، ليش هذا عم بيصير معي؟ ليش أنا هيك عم بشعر؟ ليش أنا إسا بهاي اللحظة عم بشعر أنه أنا بنجذب جنسيا لشخص اللي أنا مش مفروض أني أنجذب جنسيا؟ فهون أنا شوي بدي هيك أجي أحكي على أنه هذا شعور، هذا أفكار بينك وبين ذاتك، باللحظة اللي هي لا تترجم لأي نوع من سلوك اللي فيه أنت بتبادر في التعبير عن هذا الانجذاب للطرف الآخر، هذا خاص فيك، وبما أنه موجود فهو موجود، يعني أنت تتعامل معاه زي أي وجود لأي مشاعر أخرى موجودة بحياتك، بدك تكون واعي لإلها مدرك لإلها. وهون في إرادتنا الشخصية أنه هل أنا أسيطر وأتحكم أو أني أطلق العنان لهاي المشاعر؟ وهنا كتير مهم أنه الناس، والبذات إسا هيك بدي أجي أوجه لشباب والصبايا، كتير مرات شباب وصبايا بيقولوا انجذبنا جنسيا، يعني إحنا هذا مش بإيدنا. أوكي مظبوط، الإحساس مش بإيدكم، بس السلوك اللي أنتوا بتختاروا أنكم تعملوه هو بإيدكم. وهنا في مسؤولية كمان تربوية وكمان أخلاقية، كمان علينا الأهل المربين المعلمين البالغين اللي عايشين حوالي الشباب والصبايا الصغار اللي بعدين بنشأوا على هاي القيم، نيجي ونقول لهم طبيعي، هذا إحساس طبيعي، ما بنفع نقول لهم لا مش مظبوط فيش منه هذا، لا هذا شعور طبيعي، هذا أكتر إشي طبيعي بيقول إنه أنتوا عايشين، أنتوا عندكم حياة، أنتوا شعروا إنه قلبكم بدق، بتشعروا انه الدم عم بيجري في جسمكم، بتشعروا في الاماكن الاعضاء التناسليه يمكن في طاقه كبيره فيها، بتشعروا انه انتم مبسوطين، بتشعروا انه جسدكم فيه عنده ردود فعل، هذا هو الانجذاب الاحساس. ليش لا هذا الطرف؟ اذا بدي اجي احكي بشكل عام، ما حدا بيقدر يفسر بشكل اولي هذا الكليك، ولكن كل انسان هو بيصير يعرف نفسه ويعرف إيش بيجذبه على مدى خبرة سنوات، يعني هو بيصير يعرف إيش اللي الأمور اللي هو بيحبها بالآخر، وهذا مهم الإدراك لإله، الوعي لإله. بديك أقابلها شوي صغيرة بمثال يمكن مش كتير إحنا من ناحية، يعني بدي أمثلها بمثل من الحياة، ولكن بهمني كتير تفهموني صح باللي عم بقوله. يعني إذا إحنا عمالنا نحكي على انجذاب جنسي مش مفهوم ليش بيصير، فسروا لي ليه بتحبوا أطعمة معينة. حدا منكم بقدر يفسر ليش بحب الجبنة أو بحب الشوكولاتة أو بحب السكر أو بحب المالح أو بحب المعجنات أو بحب اللحمة؟ ما حداش بيعرف، بعرف انه بحب او بحبش. فنفس الشيء بالنسبه للانجذاب الجنسي، انت بتعرف انك بتحب او ما بتحب، بس ليش بتحب او ليش ما بتحب ما حدا بيعرف. يعني هذا امر رباني، يعني هو ربنا ببعث لنا اياه. اوكي يمكن شوي شوي لما الانسان بيعرف نفسه اكثر بيصير يربط الامور مع بعض ويفهم ذاته اكثر، بس اكيد بالمرحله الاوليه تبعت المراهقين ما في منه هذا الحديث، لأنهم هني بعدين بيكتشفوا كل هاي الأمور وكل هاي المشاعر والطاقات. فهون مهم جدا، مهم جدا إنه نسأل حالنا سؤال، بنفع الإنسان اللي بيحب الشوكولاتة أعطيه جبنة؟ بنفع لمرة بس مش كل مرة، لأنه بالآخر دعودي يختار الشوكولاتة لأنه بحب الشوكولاتة. فنفس الشيء بنفع نيجي نفرض على إنسان ما بنجذب جنسيا لا لشيء معين، لشخص معين، لفرد معين، لشكل معين، لإحساس معين،
بنفع نفرض عليه ما بنفع، نفس المبدأ. فمن هون التفسير قديش حكيت أنا على سيطرة. السيطرة هي بالسلوك مش بالأحاسيس، السيطرة هي بإني أنا أترجم هاي الأحاسيس لسيطرة إلى لسلوك. فهنا في إلنا دور، وفي إلنا دور إحنا كبالغين وكأهل نيجي ونعترف بكل هاي المشاعر اللي موجودة عند أولادنا ونقولهم طبيعي شرعي مسموح تحسه، بس تعالوا نتخرف شو مسموح تعمله بهاي المشاعر. وهذا دورنا، وهذا دورنا اللي ولا حدا بالدنيا بقدر ياخده عنا، لأنه زي ما إحنا مسؤولين نوفر لأولادنا الأكل والشرب، نوفر لأولادنا المأوى، نوفر لأولادنا الثقافة والتربية والتعليم والقيم والأخلاق، كمان لازم نحكي معهن عن إيش بيصير بجسمهن، لأنه هني بتوقعوا إنه حدا يحكي معهن. مزبوط إحنا يمكن كأهل ما حداش حكى معنا، بس إجا الوقت إنه هاي الدنيا تغيرت، إجا الوقت إحنا كأهل نحكي مع أولادنا في هاي الشؤون. فهذا الأمر كيف نحكي مع أولادنا وعايش نحكي مع أولادنا كتير بهمني. لما نحكي مش نحكي بس على الممنوعات، ممنوع ممنوع تعمله، كتير مهم كمان نحكي على المسموحات. يعني مسموح لك تشعر، مسموح لك تحس، مسموح لك تنجذب، مسموح لك تتمتع، مسموح لك تشعر إنه في فكرة براسك وإنت مستمتع فيها، مسموح لك تشعر إنه في جسدك ردود فعل جسدية خاصة في الأعضاء الجنسية وإنت مستمتع فيها، هذا مسموح. اللي مش مسموح إنك أنت تفرض أو تسيطر أو توجه بطريقة غلط للطرف الآخر. وهون بيجي المعيار قديش عن جد الانجذاب الجنسي هو فقط داخلي ولا بطلع لسلوك اللي هو ممكن يكون فيه مغازلة معاكسة أو للأسف في حالة معينة تحرش جنسي. فبرجع لنقطة البداية إنه طاقة جنسية موجودة مفروض تصير مدركة بجيل بالغ لما إحنا واعين وفاهمين ونفهم ليش هي موجودة في جسمنا وشو أهدافها ولإيش ربنا بعت لنا إياها. طبيعي ربنا بعت لنا طاقة جنسية لهدف التكاثر، والانجذاب الجنسي طرف إلى الآخر لهدف التكاثر أكيد وهذا مبارك، ولكن إحنا بنعرف إنه مش كل حالة انجذاب جنسي بدها تؤدي لزواج حمل وولادي. لا، إحنا بنعرف إنه بالحياة اليومية الأطراف تلتقي تنجذب تشعر بمشاعر، وهون الحكمة بأنه أنا أستوعبها أفهمها وأسيطر عليها وأعرف كيف أوجهها. إذا كان في احتمال أو إمكانية أو مسموح أني أوجهها للطرف الآخر بطريقة اللي فيها كمان فحص مع الطرف الآخر قديش يتلقى ويتقبل فبتكون مباركة. بس إذا هي مش مقبولة ومش مسموحة ومش مفروض فيها تتوجه بحسب معايير الأخلاق والدين والمجتمع، معناته منيح إن نوقف. وإذا كمان الأساس الطرف الآخر برفضها وما بده هذا التوجه، هون دورنا الأساسي بأن نمسك هاي المشاعر ونحافظ عليها ونخليها مشاعر حلوة بيننا بين نفسنا. وهيك أنهينا بهاي الحكمة وبهاي المسؤولية وبهاي الفكرة، لأنه كل إنسان، وبشدد على كلمة إنسان، ميزنا ربنا بأنه إلنا العقل وإلنا القدرة على التحكم والسيطرة والتعامل بحسب إيش منفكر إنه صح وحسب المعايير الاجتماعية اللي إحنا شايفينها والدينية والأخلاقية اللي إحنا ربينا عليها. وبنفس الوقت نكون كمان مخلصين لجسدنا ولأحاسيسنا ونتفاعل معها. بتأمل إنه قدرنا نوصل رسالة عن شو هو الانجذاب الجنسي وصار واضح أكتر للبعض. ثقافة وإنارة.